بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جالنا على الواتس بتاع صفحة المرأة عن الرغبة الجنسية أثناء الحمل. هو طبعا الرغبة الجنسية أثناء الحمل بيحصل طبعا فتور في الحمل في أول 3 شهور، لأن طبعا بتبقى الأنثى أول ما تعرف بقى إنها حامل خايفة إن ممكن يحصل إجهاض أو إن الحمل لسه ما استقرش، خاصة لو مثلا حصل نزل نقطة دم أو بداية نزيف، أو الدكتور قالها لا أنت تاخدي حقن تثبيت بقى وتنامي في السرير والكلام ده. طبعا بيبقى فيه فتور شديد في الحالة دي، وطبعا بيبقى ساعات بيبقى فيه ألم في منطقة الثدي والحاجات دي، وزيادة في حساسية المنطقة دي في أول فترة، فممكن دي برضو تساهم في قلة الرغبة شوية. التلت التاني من الحمل اللي هو السكند تريمستر أو ال3 شهور التانيين من الحمل، الوضع بيتغير شوية، لأن تبدأ بقى تزداد تدفقات الدم في منطقة الحوض، وتبدأ الست بدأت اتعودت إن شكلها عادي، جسمها بدأ زاد، ويعني أول 3 شهور بقى كانت يعني طول جسمي ومن جسمي، الدنيا بدأت تتغير، فتبدأ الرغبة الجنسية بتبدأ تزيد. بعد كده في ال3 شهور الأخرانيين بتبدأ بقى الست تبدأ تعاني من إن حجم البطن، وتبدأ بقى الدنيا يعني تقل الحمل ومشاكله وتظهر عليها بشكل واضح، فتبدأ تفقد الرغبة تاني. وطبعا لابد ان الزوج يراعي النقطه دي. وطبعا بيبقى فيه برضه مشكله في العلاقه، يعني في الشهور الاخيره ان حجم البطن طبعا بيأثر على الاوضاع اللي ممكن يعملوا منها العلاقه الزوجيه. فطبعا في الحاله دي المفروض ان الزوج والزوجه بيبداوا ايه يختاروا اوضاع مريحه للحمل. يعني طبعا بعد الولاده بيرجعوا للحاجات الطبيعيه عادي، مفيش مشكله. طيب هل ممكن يعني ان الحمل يكون يعني له اوقات ما ينفعش فعلا يبقى في ممارسه علاقه؟ طبعا لو دكتور النساء قال لك ممنوع ممنوع، بس هو في حاجات مثلا لو في مثلا لو قلنا لو في ست مثلا اجهضت قبل كده كذا مره، حصل اجهاض قبل كده فخايفه ان هو بيتكرر، لو في نزيف زي ما قلنا، في بعض الحالات لما تكون اللي هو السقوط المشيمي، يعني دي حالات طبعا دكاتره النساء بيبقوا يعني موضحين الحاله، يعني قالوا لها ممنوع الجماع، الحالات دي طبعا بنقول لا مفيش فيها. وخلاصه القول ان احنا بالنسبه للرغبه اجبنا، وبالنسبه للجماع طبعا دكتور النساء لو قال اوكي اوكي، قال لا لا بس. شكرا.